السلام عليكم. رئيس الوزراء العراقي سوى زيارة إلى وزارة الداخلية، زيارة مهمة جدا. ليش مهمة؟ لأنه أكو شغلتين حكى بها الرجل. شغلة من هذه الشغلات هي ملف خطير، ما قدرت أي حكومة، لا حكومة حيدر العبادي ولا السيد عادل عبد المهدي، أن يقدمون أي شيء بهذا الملف. إحنا دا نحكي عن ملف المغيبين والمختطفين. هذا الملف ليش خطر وليش صعب؟ لأنه هذا صار بفترة تنظيم داعش الإرهابي، أطراف سياسية، ميليشيات، فصائل ما نعرف، يعني هذا اللي سمعناه بالإعلام حقيقة عن هذا الموضوع، هم اللي تسببوا بهذه الحوادث للأسف الشديد. وأكو إثباتات كثيرة طرحت أنه داعش مو مسؤول عن ملف المغيبين والمختطفين، وإنما هذه الأطراف وهذه الميليشيات. هذا الحكي مو من عندي ولا من الإعلام أو الفيسبوك أو غيرها. يعني خلينا زميل المخرج أول شيء، هذه الزيارة للسيد مصطفى الكاظمي إلى وزارة الداخلية، يعني بس حتى نأكد بهذا ملف المغيبين والمختطفين اللي أكد عليه السيد مصطفى الكاظمي، أكد على شغلة مهمة هي اللي موقفة هذا الملف، إنه لا تخشوا. هذه الرسالة اللي دزها إلى وزارة الداخلية، قال لهم لا تخشوا من أي جهة سياسية، إحنا مشكلتنا بالواسطات والضغوطات والأحزاب اللي تضغط في العديد من الملفات، وهي واحدة من الملفات اللي هي وصلتنا إلى نقطة إنه هذا الملف يعتبر من الملفات اللي أخفق به العراق ولا تقدم به نهائيا. هسه قضية المغيبين والمختطفين وهذا الملف ليش خطر وليش احنا نقول ميليشيات وغيرها، هذا الكلام اجى بتقارير موثقة. اليوم صدر بيان من جبهة الإنقاذ والتنمية اللي يقوده السيد أسامة النجيفي، ونحطت به عدة نقاط. احنا اختارين حقيقة نقطتين مهمة حتى نبين انه اكو تقارير موثقة ارسلت الى الحكومة وبيها اسماء وعناوين وغيرها. خليني يا زميل المخرج حتى نشوف النقطتين اللي اختاريناها بهذا البرنامج. النقطة الرابعة، شوف ايش قالت. قالت هنالك لجان تحقيقية شكلت في مراحل سابقة واشتركت فيها أطراف عديدة، توصلت إلى أسماء الميليشيات وعناوينها وفصائلها وأماكن عملها، تلك التي نفذت عمليات الإخفاء القسري. رقم خمسة، إن كل الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية لم تقدر على معرفة مصير الآلاف من هؤلاء المواطنين، ولم يقدم للقضاء أي مجرم شارك في هذه الجرائم المضادة للإنسانية كونها جريمة إبادة جماعية لمواطنين كل ذنبهم أنهم من مكون مختلف عن من نفذوا هذه الجرائم. يعني جرائم طائفية صارت، وإحنا هاي هواية سمعنا بها في فترة داعش، لكن انتركت حالة حالة هواية ملفات، ملف سبايكر وغيرها من الملفات. حتى سقوط هذه المناطق بيد داعش بحد ذاته هو ملف خطير، لكن جبهة الإنقاذ والتنمية أصدرت هذا البيان مباشرة بعد ما لاحظوا أن السيد الكاظمي فتح ملف خطير من البداية. الرجل يعني دا يتخذ قرارات سريعة ودا يدخل بملفات شائكة قد لا يجرؤ عليها الكثير من رؤساء الوزراء اللي هم ممكن أن يصيرون بالعراق أو اللي صاروا رؤساء وزراء في العراق. فلذلك حقيقة تحسب إلى السيد الكاظمي إش قد حيتقدم بهذا الملف، هذا أيضا تعتمد إش قد دعم راح يحصل. الدعم اليوم موجود، عامل قوة موجود من التظاهرات في الشوارع بدأت تزداد، وهذه قد تعتبر أداة جيدة للضغط على الأحزاب وعلى الجهات السياسية اللي هي تضغط دائما على هذه الملفات وما تمشيها. هسه نقطة ثانية وملف شائك آخر الكاظم اليوم دي يواجهه، اللي هي التصريحات الخارجية على العراق. يعني خامنئي بالأمس، خلينا زميلي المخرج The National وثقت تصريحاته، يعني قال بصريح العبارة يعني سيتم طرد الأمريكان من العراق وسوريا، خلص يعني سيطردون وكذا، وتصريحات واضحة جدا. النقطة هنا ظل شخصية، رح نشوف ورح نقيم شخصية حكومة السيد الكاظمي. المشكلة بهذه التصريحات في فترة السيد عادل عبد المهدي مثلا على سبيل المثال، لما تصدر ما كرد لا من وزارة الخارجية ولا من السيد عادل عبد المهدي نفسه، ما حد يرد نهائيا. فلذلك هذا القرار لما يصير طرد الأمريكان، الأمريكان حيفسروه حيقولون بإرادة إيرانية. العراق مثل ما حكى أو ما علق عن التظاهرات اللي صارت بإيران وما تدخل بهذا الموضوع، يجب على إيران أن لا تتدخل في مواضيع داخلية، قرارها كان عراقي. فهذه طبعا تظل حقيقة ملفات شائكة ستواجه حكومة الكاظمي، وسنرى كيف ستكون شخصية هذه الحكومة تجاه هذه الملفات. إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية الدكتور جميل الضامن. حياكم الله دكتور جميل.
اهلا وسهلا سهلا دكتور. يعني بس اريد اسال عن هذا التقارير اللي انتم قدمتوها الى الحكومه العراقيه وبها اثباتات بحسب ما هو موجود بالبيان اسماء ميليشيات والجهات المتورطه بعمليه المغيبين والمختطفين. هذا التقرير متكامل، معلوماته كامله، ما حد راح يشكك به، وشون انتم وصلتوا يعني بهذا التقرير؟ من يعني من اللي تم استخدامه على الارض في سبيل الوصول إلى هذه المعلومات اللي تعتبر خطيرة إن كانت فعلياً صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الفاضل، مثل ما تعلم جنابك أن من يعني أولويات اللي أولويات متبنيات جبهة الإنقاذ والتنمية هي موضوع ملف المغيبين والمخفيين قسراً. هذا الملف الخطير الشائك مثل ما قلت جنابك أولت جبهة الإنقاذ والتنمية اهتمام كبير إلى، وتحركت في كل الاتجاهات من أجل أن تنشئ قاعدة بيانات متكاملة في هذا المضمار، من حيث أعداد الأشخاص المخفيين، من حيث ظروف الاعتقال، ظروف الإخفاء، الجهات اللي ساهمت بإخفائهم، الجهات اللي غيبتهم، من يتحمل المسؤولية. بصراحة على مدى أشهر عديدة يعني كان هنالك جهدا استثنائيا كبيرا رافق عملية إعداد هذه القاعدة من البيانات. السيد رئيس الجبهة التقى بالسيد رئيس الجمهورية، التقى ويا السيد رئيس الوزراء، التقى ويا السيد رئيس مجلس القضاء، التقى ويا كل الفعاليات السياسية وعرض عليهم هذا الملف. احنا الآن أمام ما يقارب 12,000 مغيب ومخفي قسرا من أبناء المناطق المحررة. بصراحة الوضع يعني الوضع خطير، الوضع يعني أسوأ ما بي أنه هذول الناس هم مو موجودين يم الدولة حتى يروحون أهلهم. طيب دكتور، أنتوا هذا شو قدمتوا؟ هذه التقارير يعني اللي اليوم اللي جيتي بالبيان شو قدمتوا؟ قدمتوا فترة السيد عادل عبد المهدي، حيدر العبادي، يعني أيام حكومة السيد عادل عبد المهدي بالضبط بالضبط أيام حكومة السيد عادل عبد المهدي. تدري هو هذا الملف يعني ابتدى ويا عمليات تحرير المناطق اللي كان يغتصبها داعش. كل منطقة كانت تجري بها عمليات تحرير كان يرافقها يعني بصراحة اعتقال وتغييب لجزء من أبنائها يعني بصراحة بدون وجود سند قانوني لاعتقالهم أو لتغييبهم. كان أهاليهم يعتقدون أنه هذولا راح يتم التحقيق معهم لفترة طيب وجيزة وبعدين طيب دكتور لكن يطلق صراحة. يعني أنا حقيقة أريد أستغل وجودك أخذ نعم. تفاصيل على هذه التقارير. أنتم قدمتوه بأي فترة؟ بالفترة صارت تظاهرات نعم. إيهاب 11 أول ما صار السيد عادل عبد المهدي لا لا قبلها, قبلها 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 أول ملف إذا تسمح لي. أول ملف تناولت جبهة الإنقاذ والتنمية ويا السيد عادل عبد المهدي بعد إعلان تأسيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أول ملف تناولته هو ملف المغيبين، وتم طرح الأمر على السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء وعلى السيد رئيس مجلس القضاء، ومجلس القضاء وجه باتخاذ الإجراءات القانونية واستقبال المدعين بالحق الشخصي لتسجيل دعاوى، ولكن بصراحة لم تصل إلى نتيجة. من السبب؟ احنا نعرف من السبب من برأيك يعني السيد عادل عبد المهدي هو السبب؟ من رئيس السبب؟ الوزراء البارحة لا، السيد عادل عبد المهدي كان أضعف من أنه يتصدى لمثل هذا الملف، وهذه واحدة من الملفات اللي احنا كنا مسجليها عليه. لو تتذكر جنابك استضفتني قبل كذا حلقة في هذا المكان نعم. وقلت لي هل سيستطيع رئيس الوزراء، كيف ستدعمون مصطفى الكاظمي؟ قلت لك سيكون دعمنا للسيد مصطفى الكاظمي إيجابيا ويتسق يتناسب تناسبا طرديا مع تبنيه لمتبنيات مشاكل المشاكل أو الهموم التي ينوء بها أهلنا في المناطق المحررة. وأول هذه الهموم هو ملف المغيبين والمخفيين. بارك الله بالرجل، يعني احنا نشد على ايده انه استطاع انه ينفض الغبار عن هذا الملف ويذهب بشجاعة ويحذر منتسبي الداخلية بانه لا تخشون ممن يدعي الانتماء السياسي. يعني احنا نعرف انه كثير من الفصائل
وكثير من العناوين تحت هذه اليافطة أو تلك اليافطة قسم من منتسبي الأجهزة الأمنية يحجمون عن التعامل معها. طيب لكن طبعاً لكن دكتور أنت يعني رئاسة الوزراء ليش شلون قيمتوا هذا الوضع؟ عفوا أنتوا شلون قيمتوا إنه السيد مصطفى الكاظمي راح يقدر يمشي بهذا الملف وينجح على عكس السيد عادل عبد المهدي بما إنه الجهات هي لا زالت نفس الجهات وبعدها نفس الميليشيات ونفس الناس؟ إيش معنى مع مصطفى الكاظمي تغيرت الأمور برأيك؟ طبعا سؤالك سؤال ذكي بصراحة. السيد مصطفى الكاظمي يمكن هو من البداية كان آل على نفسه إنه سيتصدى سيكون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. السيد عادل عبد المهدي يعني حتى بمقارنة بسيطة لما تصدى لمسؤولية الحكم لم يكن بذلك الاندفاع الذي كان عليه السيد مصطفى الكاظمي، ولا كانت الأرضية اللي موجودة للسيد عادل عبد المهدي هي ذات الأرضية اللي موجودة عند السيد مصطفى الكاظمي. السيد عادل عبد المهدي كان محكوم برغبات اجت برغبات الكتل السياسية، هو اساسا ما كان يعني ضمن الـ 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 الاجواء اللي نتجت عن انتخابات 2018، جابوه نتيجة توافق بعض الكتل وكان مجبرا على تنفيذ رغبات. اليوم السيد مصطفى الكاظمي الظروف التي جاء وتصدى بها للحكم تختلف عن الظروف التي تصدى بها السيد عادل عبد المهدي. يمكن الوضع الأقليمي أكثر دعم، يعني أهم طرفين بالمعادلة السياسية الأقليمية اللي تتفاعل ويا الوضع العراقي اللي هم الولايات المتحدة وإيران تقريبا نوعا ما يتفاعلون مع السيد الكاظمي بشكل إيجابي. المحيط الأقليمي يريد يمكن أنه يتفاعل مع السيد الكاظمي بقدر ما يتصدى بإيجابية للملفات. طيب لكن دكتور جميل أنه هي تشكل تمام، إذا مشت الأمور بشكل طبيعي في هذا الملف وانفتح هذا الملف وغيرها، ممكن هذه الجهات تفسر لك الأمور وهذه الفصائل والميليشيات اللي موجودين في تقريركم في تقرير جبهة الإنقاذ والتنمية يقول لكم يا ذولا دواعش، يعني انتوا شنو ما تعرفون ذولا دواعش لو ما تدرون يعني، ويطق اوراق يلفقهن تطلع صحيحه ما ندري، ذولا كلهم دواعش يا اخي، انتوا وين تقريركم وين حسابات تقريركم وغيرها؟ ما فكرتوا بهذا السيناريو ممكن يصير لكم؟ استاذ الفاضل احنا لم نستبعد هذا الامر بصراحه، لم نستبعده، ولكن الدوله ما خجلانه. الدوله الان المعتقلات بها موجود سجناء ومتهمين وفق مواد قانونية، وهذه المواد القانونية يسألون بموجبها جزائيا. احنا اللي نريده انه هذول الناس لم توجه لهم تهم جنائية، لم توجه لهم يعني ما حد يعرف مكانهم وين. الشخص اللي توجه إلى تهمة جنائية يحاكم، يواجهون أهله، يعرفون مكان اعتقاله، يروحون يواجهونه، أطفاله يترتب عليه الوضع الإنساني، زوجته تعرف أنه زوجها حي، أبناء يعرفون أنه أبوهم حي، الأم والأب يعرفون، تدري هذه تترتب عليها مسائل المواريث، تترتب عليها حقوق العدة الشرعية، تترتب عليها أنه الناس تعرف مستقبلها. فالدولة ما خجلانة ولا تستحي، ولا قبلها كان عندها رادع من أنه تسند تهمة الانتماء إلى داعش. احنا ما قايلين أنه احنا الاعتراض الرئيسي أنه تغييب هؤلاء الأشخاص ممكن أنه احنا نجزم ببراءتهم. احنا قلنا يابا هذول الناس جيبوهم ويتعرضون إلى محاكمة عادلة. اللي كان يعني من الممكن أنه تنطبق عليه الأوصاف الجرمية ارتكاب جناية ارتكاب جنحة، موجود القانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 وينال جزاءه. أما احنا نعرف اكو ناس أبرياء، أخي اكو ناس عمره 80 و85 سنة تم التقاطهم بشكل عشوائي، اكو أطفال، اكو ناس من المعابر من السيطرات يعني كانوا جايين نازحين وتم التقاطهم، واحنا نعرف الأسس اللي تم على ضوءها وعلى أساسها يعني اختطاف هؤلاء الأشخاص وتغييبهم. طيب لكن الأطراف المتهمة دكتور جميل، الأطراف اللي متهمة بهذا الموضوع من زمان حتى من قبل تقرير جبهة الإنقاذ والتنمية اللي دنحكي عنها هسه، يعني اتهامات خطيرة واتهامات تروح إلى يعني خلينا نكون واضحين أكثر، كل الميليشيات بالعراق
هي قوية وعندها فلوس وعندها سلاح وعندها هذه أطراف قوية جدا وعندها نفوذ كبير جدا. ما تعتقد الموضوع إذا اقتصر فقط على الحكومة قد لا يأتي بنتيجة؟ من كان رئيس الوزراء؟ يعني ما المفروض أنه يقدم هذا الملف إلى الأمم المتحدة ويصير بضغط دولي بالإضافة إلى الضغط الداخلي؟ اليوم إحنا هذا ظرفنا بالعراق، هل يعني وصلتوا إلى الأمم المتحدة إلى الأطراف الدولية في هذا الملف حتى يصير شوية الضغط أعلى؟ احنا الان السيد مصطفى الكاظم باعتباره رئيس وزراء العراق الاتحادي الموحد القوي اللي نفترض انه رئيس وزراء يتصدى لمشكله بهذا الحجم وبهذه الاهميه ويريد يرضي جزء كبير من ابناء الشعب العراقي ويقول لهم يابا الدوله قادره على تطبيق القانون. من المعيب انه الدوله ترضخ لاراده هذا الفصيل او ذلك الفصيل يا اخي، يعني مهما يكون السبب اذا احنا دا نقول لكم اعرضوهم على القضاء ومجلس القضاء، الناس دا يقولون اي شخص جيبونا يا حتى احنا نعالج وضعه بشكل قانوني. فرئيس الوزراء اذا كان هو رئيس وزراء العراق القوي يفترض انه يتصدى ويحل هذا بكل تأكيد. النتيجة المنطقية والامر الطبيعي انه لما تستنفذ حلول البلد الحلول الوطنية بكل تأكيد راح طيب تذهب وتتشبث بكل تمام المنظمات الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة بما فيها تدليل الملف. احنا هذه الاتهامات يعني سجلت في السابق، يعني تهم بها الحشد الشعبي أثناء المعارك، بعض الأطراف، بعض الأشخاص، بعض الفصائل في الحشد الشعبي اتهمت بهذا الموضوع وما ندري وين وصل الموضوع حقيقة. هل تعتقد بأن إيلاء هذا الملف إلى الحشد الشعبي لكي يدير كون أنه الآن جزء كبير من المؤسسة العسكرية ومن ضمن منظومته ومعلوماته الكبيرة والداتا بيس اللي عندهم ممكن يوصل الموضوع إلى يعني أنه يصير تنظيف صحيح، يصير تحقيق صحيح، تصير المعلومات أكثر دقة إذا ما الحشد تولى الملف في رأيك؟ بصراحة يعني احنا نعتقد ان السيد مصطفى الكاظمي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وكل الجهات الأمنية وكل الفصائل يعني فصائل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها وتشكيلاتها نفترض انها تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، ولما القائد العام للقوات المسلحة تخضع له هذه المؤسسات لسلطته يفترض انها تنفذ ارادته وارادة السيد القائد العام للقوات المسلحة انه يتم الكشف والتعامل بشفافية مع هذا الملف. لذلك نفترض انه سيكون هنالك تعاون من قيادات الحشد الشعبي، من فصائل الحشد الشعبي، من الألوية اللي صارت بها هذه العمليات يعني ضمن قواطعها، وتعرف انه يعني هنالك جهات يعني قامت باختطاف بعض العناصر وإخفائهم وتغييبهم هي ليست من ضمن عناصر الحشد الشعبي بكل صراحة. يعني هنالك فصائل غير منضوية، يعني فصائل ما عندها صفة رسمية وأخذت مجاميع واقتادتهم إلى جهة مجهولة ولليوم أهلهم ما يعرفون. فلذلك العبر الرئيسي أو دور القائد العام للقوات المسلحة وإحنا شفناه وزار هيئة الحشد الشعبي في رسالة إلى أنه هو هذه المؤسسة اللي قدمت واللي لها كان دور كبير في تحرير المناطق المغتصبة انه الان هي تحت سيطرته وتخضع لأوامره. واحنا شفنا انه رئيس الوزراء الاسبق او السابق السيد عادل عبد المهدي سبق وان اصدر امرا ديوانيا عزز فيه قانون الهيئة الحشد الشعبي وأكد أنه هي مؤسسة طيب ترتبط برئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات. طيب دكتور، لكن أنتم بالتقرير هنا يعني واضح جدا أنه لأسباب طائفية صارت هذه عمليات الاختطاف وغيرها، يعني هل في اعتقاد جبهة الإنقاذ والتنمية أنه هذه العمليات صارت بتوجيهات مثلا من الخارج إلى هذه الفصائل إلى هذه المجموعات، أم هي أخطاء فردية أم هي أخطاء مجموعات في هذه الفصائل، أم هو توجيه كبير مثل ما سألتك بالبداية؟ أنتوا يعني تفسير التقرير مالتكم حتى لو بشكل عام حتى نعرف يعني شنو اللي وصل الآن إلى رئيس الوزراء العراقي. بصراحة أنت لو تشوف الإطار العام إلى عنوانه يعني هو بيان جبهة الإنقاذ والتنمية سماه ضمن إطار طائفي لأنه باعتبار أنه المغيبين والمعتقلين هم من مكون معين،
والجهة المتهمة هي ضمن مكون. أما يعني حول موضوعة هل هو أخطاء فردية، هل هو أخطاء مؤسساتية، هل هو إيحاء أو أوامر من جهات أخرى بتنفيذ هذا، أيضا أؤكد لك أنه هو هذا ملف متشابك وملف يعني يضم كل هذه الاحتمالات، يعني كل هذه الاحتمالات. بكل تأكيد احنا نستبعد الخطأ الفردي باعتبار انت ما ممكن فرد يقوم بتغييب 12,000 شخص، ولا من الممكن انه فصيل واحد يقوم بتغييب هذه الاعداد الكبيرة. احنا امام ملف يعني الناس اللي مسجلين في مسجلين ضمن قاعدة البيانات اللي موجودة لدى جبهة الإنقاذ والتنمية بحدود 12,000 مغيب ومخفي قسراً. ال 12,000 يا أستاذ الفاضل هو عدد كبير وكبير جداً، بل إن هنالك مناطق وقرى في مناطق غرب بغداد، في مناطق محيط الفلوجة، في مناطق صلاح الدين، في مناطق نينوى، في مناطق الأنبار، في الدور. هذه المناطق يعني أخذت منهم أعداد كبيرة. المنطقة يعني الآن بيوت ما بيها رجال، يعني جمع الرجال بمناطق معينة وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، واليوم صار 4 سنوات أهلهم أو 5 سنوات أهلهم ما يعرفوهم وين. فلذلك الأمر مو خطأ فردي، قد يكون خطأ مؤسساتي، ولكن هو أكبر من ذلك، والمشروع بكل تأكيد يحظى بدعم. طيب هل هذا البيان اللي صدر من جبهة الإنقاذ والتنمية والتقارير واستنباط هذه المعلومات وغيرها، هل هو الآن يعني بمشاركة كتل أخرى، أطراف أخرى، شخصيات أخرى، صار بمثلا يعني تجمع بهذا الموضوع إلى أن صدر هذا التقرير؟ يعني لأن تدري صوت التقرير إذا كان فقط من طرف واحد أو من جبهة واحدة قد لا يكون كافيا للوصول إلى نتيجة، مو مثل عدة كتل تضغط في هذا الملف. بصراحة اليوم يعني حتى من أغمط الآخرين، احنا وإن كانت جبهة الإنقاذ والتنمية هي أول من تبنى هذا المشروع، مشروع الدفاع عن المغيبين والمخفيين قسرا، إلا أنه بعض الكتل تبنت هذا المشروع وبدت تمشي في هذا الاتجاه للأمانة. يعني وحتى ما نغمط الآخرين حقهم وما نقول بس إحنا والباقي ما موجودين، لا بكل تأكيد وهنالك تنسيق مع الكتل السياسية الأخرى، بل أنه إحنا بصدد الآن تشكلت في جبهة الإنقاذ والتنمية هيئة للدفاع عن المعتقلين، ونحن بصدد إعداد يعني تعديل لمشروع أو تعديل لقانون 27، قانون العفو رقم 27 لسنة 2016، وسنتفاعل مع الكتل السياسية الأخرى، يعني سنتحرك مع بعض الكتل اللي موجودة ضمن الإطار العراقي، يعني مو بس ضمن المكون السني، حتى ضمن بقية المكونات سنتفاعل معهم من أجل إنضاج فكرة التعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 حتى ينطلق إلى حيز وطني أكبر. نحن في جبهة الإنقاذ والتنمية نتبنى بشكل واضح وصريح موضوع المخفيين والمغيبين، ونمد أيدينا ونبسط أيدينا لكل القوى السياسية التي تتبنى هذا الأمر، لأنه نعتبره جزء من واجبنا الوطني، نعتبره جزء من واجبنا الأخلاقي، نعتبره جزء من واجبنا الإنساني، لا سيما وإن جريمة الإخفاء هي يعني بصراحة ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب. طيب. والجرائم ضد الإنسانية، بل إنها إحدى جرائم الإبادة الجماعية. طيب، إذن كان معنا من بغداد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية الدكتور جميل الضامن، شكرا جزيلا على حضورك اليوم دكتور. أهلا وسهلا. أهلا. إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونواصل النقاش. Thank you.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. ينضم إلينا الآن حول ملف المغيبين والمختطفين ضيفنا من بغداد المحلل السياسي السيد قاسم الغراوي. حياكم الله أستاذ قاسم ورمضان كريم عليكم. حياكم الله، تحية لك والمتابعي قناة التغيير، كل عام بخير، رمضان كريم عليكم. حياك الله أستاذ قاسم. يعني الآن تدري ملف المغيبين اللي حكى عنه السيد رئيس الوزراء في زيارته إلى وزارة الداخلية، يعني الآن إحنا دا نحكي عن المناطق اللي تحررت من تنظيم داعش الإرهابي، لكن إذا حكينا الآن أيضا هذا الملف موجود بين المتظاهرين وغيرهم، هل تعتقد بأنها هذه هي البداية لإنهاء ضغوطات الجهات السياسية ونفوذها وسيطرتها على هذه الملفات؟ هل هذه هي الخطوة الأولى؟ طبعا مرحبا بك مره ثانيه والى متابعي قناه التغيير، حياكم الله. حقيقه اذا تسمح لي في دقائق انه استعرض مساله المغيبين والمفقودين. تفضل. في ذاكره العراقيين حقيقه مرتبطه بالحروب الخارجيه والصراع الطائفي في العراق، فمنذ الحرب العراقيه الايرانيه فقد الكثير من العراقيين ولم يعرف مصيرهم. ايضا تلتها الحرب احتلال امريكا للعراق، وفي حرب الكويت أيضا هناك مفقودين لا يعرف عنهم أي شيء. الوضع الآخر الحقيقة المؤلم اللي صار داخل العراق هو الحرب الطائفية من عام 2005 لغاية عام 2008، لذا طفى على السطح مفهوم المغيبين والمفقودين والمختطفين وما إلى ذلك. والحقيقة يعني مأساة يمر بها الشعب العراقي في هذا الموضوع، في هذا الملف بصورة خاصة، حيث لم تستطيع الحكومات المتعاقبة على إيجاد وسيلة أو طريقة لإنهاء هذا الملف رغم مطالبات الجماهير والشعب العراقي وأيضا الكتل السياسية والشخصيات الدينية. فيما يخص يعني مبادرة أو قرار أو متابعة السيد الكاظمي السيد رئيس الوزراء في هذا الجانب خلال زيارته لوزارة الداخلية باعتبارها تمثل الأمن الداخلي ولديها يعني أمن يسعى ويحاول دائما أن يبسط الأمن في ربوع العراق، ومن خلال لقاء بالسيد وزير الداخلية السيد الغانمي حرك هذا الملف الساكن منذ فترة طويلة. هو الحقيقة ليس بالساكن، ولكن هناك جهود ضعيفة وخجولة في هذا الجانب، لم تتوصل الحكومات السابقة إلى صيغة أو يعني سلوك أو يعني قرارات تفضي إلى نتائج من خلال متابعة هذا الملف. لاحتبارات كثيرة الحقيقة، غياب التنسيق، غياب هو هناك نية الحقيقة موجودة، ولكن البيروقراطية والتعقيدات في المراجعات وتشتت القرارات. طيب. هذا سبب من الأسباب اللي غيب يعني هذا الموضوع. طيب أستاذ قاسم، الأهم من يعني هذا الموضوع يعني أنا اللي أريد أعرفه من حضرتك كثير. الآن تدري ملف المغيبين كبير جدا، وإحنا دا نحكي هسا عن الفترة اللي تحرر بها العراق من تنظيم داعش الإرهابي، المغيبين بالتظاهرات وغيرها. تعرف إذا تم الكشف عن الجهات المتورطة، البعض يعتقد إذا تم الكشف عن الأطراف المتورطة في هذه الملفات 100%، فرح يصير عندنا صدام خطير جدا بين الحكومة وبين هذه الأطراف، كون الأطراف المتهمة عندها سلاح وعندها مال وعندها قدرة عسكرية وعندها أجندات خارجية. هل تعتقد فعليا قد يكون هذا السيناريو إذا ما تم المضي بهذه الملفات؟ يعني طبعا لا ننكر أن السيد الكاظمي يواجه ملفات عديدة يعني وأزمات الحقيقة عديدة، مضاف له هذا الملف، يعني ملف جائحة كورونا وملف انخفاض أسعار نفط، ملف الاقتصادي، الملف المادي، و يضاف له ملف المتظاهرين وملف الانتخابات المبكرة. والحقيقة من خلال يعني أنت تقصد المجموعات المسلحة الخارج نطاق الدولة. نعم. هو في زيارة الحقيقة للحشد الشعبي أرسل رسالة واضحة أنه الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية، وخارج سياق المنظومة الأمنية لا يمكن أن يكون في منأى عن المحاسبة وتطبيق القانون بحقهم، أي كان من يحمل السلاح، سواء مجموعات أو سواء فرادة أو سواء أحزاب وما إلى ذلك. الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا. بقت المهمة الموجودة بالنسبة لوزارة الداخلية عليها أن تسلك سلوك مهني وعلمي ودقيق بالتنسيق مع
يعني ما موجود من اللجان والجمعيات والمنظمات التي في حوزتها ملفات في هذا الموضوع، يعني فيما يخص المغيبين أو المفقودين أو الذين لا يوجد لهم ذكر الحقيقة من خلال الحروب مع داعش وكذا. أكثر من سبب للمغيبين والمفقودين والمخطوفين الحقيقة، لا يمكن أن نسلط الضوء على جهة معينة دون أخرى. هناك عصابات على سبيل المثال تخطف وتقتل وتأخذ فدية مثلا، هناك مثلا يعني تشكيلات يعني تابعة لأحزاب ربما معينة تخطف وتقتل. لكن أستاذ قاسم، السؤال يعني عفوا نعم. يعني هي مو قضية الكشف بقدر ما هي البعض يعتقد أنه لازم تصير محاسبة للجان التي لم تتقدم في هذا الملف، بل قد تكون متواطئة أو متخاذلة في هذا الموضوع. ليش ما تعتقد تصير محاسبة لهذه اللجان اللي ما وصلت لأي نتيجة؟ يا يعترفون أنه عليهم ضغط، ولا يعترفون أنهم ما يريدون يمشون الملفات أو غيرها. لماذا لا نصل إلى هذا التفكير وهذه النوعية من الإجراءات، حتى من نفتح لجنة قادمة الناس ما تطلع تظاهرات ولا تزعل على الحكومة؟ لا طبعا، يعني الحقيقة ما نقدر يعني نتهم على سبيل المثال بتقصير هذه الجهات. مثلا يعني وزارة العدل، عندك وزارة الصحة، عندك الطب العدلي، عندك حقوق الإنسان، عندك يعني جانب من ما يحدده رئيس الوزراء، عندك وزارة الداخلية، عندك الجهات الأمنية. لا يمكن أن يكون جميعهم متواطئون في هذا الجانب، ولكن أنا سبق وأن ذكرت هناك بيروقراطية في التعامل في هذا الملف، أو هناك تلكؤ يعني واضح في عدم التنسيق هذه الأعمال. ممكن يعني إيجاد لجنة أو مؤسسة خاصة لهذا الموضوع، على الرغم أن يعني البرلمان حقيقة في 2009 صدر يعني قرار أو ناقش قرار بهذا الخصوص بتشكيل يعني لجنة أو مؤسسة تخص ملف المغيبين، وصدرت قرارات بحق هؤلاء بتعويض الأسر بمبالغ نقدية تقدر ب3 ملايين تقريبا لجزء من يعني حل مشكلة، ولو يعني هذا مو حل الحقيقة. العوائل ترتجي أن تعرف مصير أبنائها، حتى تعرف يعني مواني أستاذ قاسم، هذا واضح، هذا الأمر تتحكيه واضح. بس أنا سؤالي يعني تدري لما تفتح لجنة، هذول باللجنة حيأخذون رواتب ومخصصات ويجوز يطلع تقاعد بعدين وتنضم من حياته إلى الأبد، بالإضافة إلى وظيفته اللي هي موجودة. يعني دولة دا تصرف عليه ونتيجة ماكو، ليش ما يحاسبوهم؟ يعني أعتقد طبعا وزارة المالية معنية بهذا الموضوع بعد زيارة السيد الكاظم للوزارة بإيجاد صيغة دقيقة ومهمة بعد الاتفاق أو يعني الاتصال بهذه الأطراف، وأكيد أثناء التحقيق ربما يبرز من هو المقصر في هذا الجانب أو يحاول أن يغطي عن الملفات الخاصة بالمفقودين أو المغيبين في هذا الجانب. أعتقد من نتمنى من السيد رئيس الوزراء، وأعتقد هو جاد حسب تصريحات الكتل السياسية وخصوصا الممثل المناطق المحررة، أننا يعني صوتنا لأجله باعتباره شخص نثق به، وهذه الخطوة دليل على إيفاء بالعهد أنه يفتح هذا الملف مع وزارة الداخلية، وعلى وزارة الداخلية طبعا شوط كبير في أن تلم بهذا الملف وتجمع حيثيات وملفات، وهذا طبعا يحتاج وقت طويل. وأعتقد إذا موجودة أدلة أو إسناد أو وثائق أو يعني حتى أكو جثة الحقيقة تم الكشف عنها ومحاولة معرفة الدي أن دي حتى يتم معرفة الشخصية لمن تعود، وبالتالي تنهي جزء من معاناة بعض العوائل. حقيقة يعني أصاب هذا الملف مس جميع طوائف المجتمع، يعني من السنة والأكراد واليزيدين والمسيحيين وحتى الشيعة، لكن للأسف بقى طيلة هذا الفترة معلقا ما بين السماء والأرض. لا توجد يعني سلوكيات مهنية أو قرارات معينة تسعى لأن تختم أو تنهي هذا الملف، أما بالاستعانة بمنظمات المجتمع الدولي الحقيقة لها باع طويل في معرفة يعني دوليا في متابعة هكذا ملفات ومعرفة أين تختفي ومعرفة
ما هي أسباب التي دعت إلى اختفاء طيب لكن هذه لكن أستاذ قاسم يعني كما تعلم على الأقل تعرف العوالم مصير طيب أولادها. لكن كما تعلم سيد عادل عبد المهدي فتح هذا الملف وفتح هواي ملفات، لكن في نهاية المطاف الرجل ما حد تعاون وياه، الكتل السياسية ما تعاونت وياه، الأحزاب ما تعاونت وياه، لم يجد أي تعاون أو شيء، بقى الرجل هو وحده يصدر قرارات ويفتح لجان ولم يصل إلى أي طريق. ليش هالمرة تعتقد أنه الأطراف والكتل والأحزاب وكل هذه الأطراف اللي هي متهمة أنه هي متواطئة وغيرها، أكو بعض الأطراف يعني يعتقدون الناس أنهم متواطئة وغيرها، ليش هالمرة حيصير تعاون مع السيد الكاظمي في هذا الملف إن تم ذلك فعلا؟ أولا باعتبار السيد الكاظمي كرئيس وزراء هو مدير المخابرات العراقية، وأعتقد يمتلك من الملفات ومن الحيثيات ومن يعني أوليات في هذا الجانب مما يساعده على متابعة هذا الملف، هذا أولا. ثانيا يعني العوائل العراقية والجماهير بالآلاف العوائل اللي موجودة في محافظاتنا العزيزة تضغط بهذا الاتجاه، تضغط باتجاه الكتل السياسية التي تمثلها وتمثل معاناتها في الانتخابات، هذا ضغط آخر الحقيقة يولده الشارع العراقي تجاه الكتل السياسية حتى تضغط على الحكومة. أيضا هناك تدخل أممي في هذا الجانب باعتبار هناك رفع يعني شكاوى من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة للتدخل في هذا الجانب وإيجاد مخرج وحلول ومعرفة الحقيقة. السبب الحقيقي هو معرفة يعني حتى يعرف الإنسان وين يتجه، يعني ما يعرف واحد أبوه أخوه أمه عائلته ابنه وين صفى به الدار حتى يفهم يعني أنه ميت حتى يبدأ حياته. وثاني شيء أكو أمور متعلقة قانونيا، أملاك المتوفين المغيبين أكو أملاك لا يمكن التصرف بها من عوائلهم حتى يتصرفون بحياتهم الطبيعية في غياب هذه الشخصيين. إذن ثلاثة ضغوط متولدة وأسباب ثلاثة تدعو السيد الكاظمي لفتح الملف على مصراعيه، وأعتقد هو جاد السيد رئيس الوزراء في هذا الجانب، وبدليل طبعا من التقى ويا قادة السيد وزير الداخلية والقادة في وزارة الداخلية ورجال الأمن، قال لن يقف أمامكم حزب أو شخصيات تحاول عرقلة مساعيكم في هذا الجانب وفي جانب بسط الأمن وما إلى كل الأمور التي يسعى طيب فيها. لكن كيف ستتحمل ومعرفة الحقائق المغيبة عن الشعب العراقي؟ تمام، لكن كيف ستتحمل حكومة الكاظمي هذه الملفات الشائكة مثل ما حضرتك تفضلت وهي عمرها كلها سنة أو سنة ونص تقريبا؟ هل ستتحمل هذه الحكومة مثل هيك ملفات متراكمة من سنين طوال وهي عمرها سنة سنة ونص؟ طبعا يعني الحقيقة هي إسقاطات متوالية الحكومات المتعاقبة، يعني لا ننكر يعني من استلم رئيس الوزراء أكثر من شخص وأكثر من شخص أمامه كثير من الملفات، ويعني أخيرا صفت هذه الملفات الحقيقة. وهو أيضا جاء السيد الكاظمي نتيجة إجماع من الكتل السياسية لصعوبة المرحلة وتعقيدات المرحلة حتى يمر بالعراق إلى الضفة الأخرى. هو يعرف هذه الملفات الحقيقة، والكتل السياسية تعرف هذه الملفات، ملفات كثيرة يعني منها ما له تأثير مباشر على حياة الناس من خلال الرواتب ومن خلال بسبب انخفاض أسعار النفط، وأيضا هناك ملف المتظاهرين في مساحة التحرير والملف والميادين الأخرى بفرض موعد قريب للانتخابات الذي هو يعتبر مطلب يعني شعبي وسياسي أيضا في تحديده في أقرب وقت، وهذا ملف أيضا يعني من الصعب تحديده في وقت قريب، وأعتقد أنه سيستهلك المدة الدستورية لرئاسة الوزراء باعتبار أن يعني ملف الانتخابات الحقيقة قانون الانتخابات بحاجة إلى إصدار قرار آخر ملحق يحدد مناطق والأقضية والنواحي التي ترتبط بالمحافظات وبالتالي حساب تلك الأصوات لتلك المحافظة أو تلك. أيضا هناك يعني مطالب من المتظاهرين على سبيل المثال، هناك رغم أنه أعطى صورة إيجابية وصورة إيجابية للمتظاهرين أطلق سراح المحتقلين في السجون، وهذه بادرة طيبة من السيد الكاظمي حتى يعزز الثقة فيما بينه وبين المتظاهرين وأنه جاد في إنهاء هذا الملف. أيضا يعني بالنسبة للملف الاقتصادي، الملف الاقتصادي شائك وبتنشيط حركة الاقتصاد أعتقد يخلص نوع ما من تأثيرات هبوط أسعار النفط في العراق وبالتالي يحقق طفرة لا بأس بها في تحقيق طيب توازن. لكن تمام، لكن أستاذ قاسم يعني حتى ركز على هذا موضوعنا، نعلم يعني كثير من الملفات حقيقة ويمكن نحتاج أيام نحكي بها.
اليوم التظاهرات نوعا ما ترجع إلى الشارع شيئا فشيئا. هذه التظاهرات هل تعتقد بأنها ستعرقل عمل الكاظمي في مثل هذه الملفات، أم أنها ستكون عامل قوة وعامل مساعد السيد الكاظمي للنجاح في هذه الملفات ولو على الأقل بنسبة مئوية جيدة؟ يعني طبعا منذ يعني حكومة السيد عبد المهدي مرورا بتكليف السيد الزرفي والسيد علاوي وحتى السيد الكاظمي لم يصدروا قرار بإنهاء التظاهرات، ويعتقدون وخصوصا السيد الكاظمي يعني يعتقدون أنها عامل مساعد وضغط قوي على الحكومة للسير بالاتجاه الصحيح في الضغط عليها لمعالجة مثل ملفات الفساد، لمعالجة مثلا المخطوفين، معالجة الوضع الاقتصادي، معالجة مسألة موعد الانتخابات، والضغط باتجاه معالجة أيضا الوظائف من الموظفين أو المتظاهرين الذين يتظاهرون لغراض التعيين وباعتبار أصحاب شهادات عليا في الداخلية وفي الدفاع، وأيضا ضغط قوي، وهو قد أبرز حسن نيته بحيث هناك تجاوز كان في البصرة من قبل يعني مسلحين أرسل قوة أو كلف قوة بالقبض على مسلحين تابعين لتجمعات يعني مسلحة، وأيضا هناك تجاوز أيضا في الكوت أيضا أبدأ يعني تعاونهم في هذا الجانب، وكلف القوات الأمنية بمحافظة على ساحات التظاهر والحفاظ على أمن المتظاهرين باعتبارهم أولا كالمتظاهرات باعتبارها أولا حق دستوري، والثاني باعتبارها تشكل عامل ضغط تجاه الحكومة للتعجيل في إنهاء ملفات عالقة والتعجيل في تحقيق كافة المطالب التي دعا إليها المتظاهرون. طيب، لكن الآن مثل ما حضرتك لاحظت بأنه السيد مصطفى الكاظمي من أول خطاب إلى آخر زيارة إلى هيئة الحشد الشعبي، وطبعا آخرها اللي هي إلى وزارة الداخلية، دي يتكلم عن حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الملف دي يشدد عليه كثيرا، وهنا احنا دي نحكي عن الفصائل اللي هي خارج نطاق الدولة التي تعمل لحالها، لا لها علاقة بالحشد ولا غيرها، والبعض يدعي انتماء إلى الحشد لكن تشتغل وحدها. السؤال هنا يا سيدي الكريم، فتح ملف حصر السلاح بيد الدولة وفتح ملف المغيبين وغيرها، هل تعتقد هذه ورقتين ناجحة من أجل الوصول إلى حصر للسلاح بيد الدولة فعلي بأكثر من عامل، بأكثر من أداة يضغط الآن السيد الكاظمي على هذه الأطراف بحد ذاتها؟ هل ستنجح في إيصالنا إلى حصر سلاح حقيقي للدولة؟ يعني حصر السلاح بيد الدولة، الدولة باعتبارها دولة مؤسساتية، ولا يمكن أن يكون السلاح منفلت في الشارع، والسلاح المنفلت سواء مجموعات مسلحة وسواء العشائر التي تتجاوز على عشائر أخرى أو هناك عصابات على سبيل المثال، هذه كلها لا يجب أن تكون في الشارع باعتبار الدولة الضامن لأمن الشعب الحقيقة من خلال القوات الأمنية والجيش والداخلية. الحقيقة هو يعتبر يعني ملف بنفس الوقت كون ملف ضاغط لعمل الحكومة، لأنه يعني ملف يعني صعب وشائك، وكل الملفات مستحضرة أمامه في على الطاولة، لا يمكن على سبيل المثال أن يعمل في ملف وينسى ملف آخر، الكل ملفات تمشي أعتقد في وتيرة واحدة لأنها مهمة. لا يمكن أن نفقد الأمن في البلاد بوجود السلاح المنفلت على سبيل المثال، ولا يمكن أن نتغاضى عن مطالب المتظاهرين وعدم تحديد موعد الانتخابات، ولا يمكن مثلا أن نهمل يعني مواجهة عصابات داعش بالملف الأمني ونترك ملف آخر. المهم كل الملفات بأهمية واحدة طبعا، ولكن طبعا من خلال خبرته كرجل في المخابرات أعتقد سينطي الأولوية أو الأهمية حسب الملفات التي تتوفر فيها معطيات وتتوفر فيها وثائق أو تتوفر فيها يعني صورة متكاملة من قبل اللجان المتخصصة فيمر بها بهذا الاتجاه. طيب أعتقد كل الملفات مهمة جدا. جيد، لكن أستاذ قاسم، إحنا اليوم أمام صنفين من فترة الناس، فترة عصيبة بالنسبة للسيد الكاظمي. تمام، إحنا أمام صنفين من الناس، أكو صنف متفائل وأكو صنف متشائم، هل أنت من المتفائلين أم المتشائمين؟ وإذا كنت من المتفائلين، ما هي بوادر النجاح التي تراها في السيد الكاظمي التي لم يراها العراقيون مع الحكومات السابقة؟ يعني طبعا أنا مدى أقول متشائم، ويعني أستبشر خيرا
لأسباب كثيرة الحقيقة. أولا هو رفض التكليف ما لم يتم عليه الإجماع من الكتل الشيعية أولا وبقية الكتل، وهذا حصل طبعا إجماع الكتل الكردية والسنية والشيعية، وهم إذن أمام خيار واحد وهو إسناد حكومة السيد الكاظمي للمرور بالعراق إلى بر الأمان باعتبار يواجه ملفات صعبة وشائكة في هذا الجانب، هذا واحد. ثانيا إذا أثبت يعني الرجل إمكانيته في حل ملفات يعني متتابعة الحقيقة، أولا مثل على سبيل المثال ملف يعني إعادة صياغة الاتفاقية الأمنية الأمريكية، هذا ملف يعني في الشهر السادس سيتم مناقشته، إذا يعني أبدأ مرونة أو قوة في إنهاء صياغة هذا الملف وإنهاء، إذن هو في الخطوة الأولى الصحيحة للانتهاء من هذا الملف. أيضا هناك ملف يعني مواجهة داعش على سبيل المثال، أطلق عملية كبرى لمواجهة داعش في المناطق التي تتعرض لهجمات متتالية في المحافظات المحررة، هذا جانب آخر إذا استطاع أن يحسم هذا الملف، رغم هناك يعني جيوب وهناك يعني خلايا نائمة، إلا أنه هذا يعني ملف آخر يعني جدير بالاهتمام باعتبار يهدد أمن الدولة. أيضا هناك ملف الاستثمار على سبيل المثال، إذا سار على سلفه سيد عبد المهدي بمواصلة الاتفاقية الصينية العراقية وفتح باب الاستثمار، يفتح فرص للعاطلين ونفس الوقت بناء البنى التحتية في المحافظات كافة، هذا أيضا ملف آخر. أعتقد يعني النصف بعد يعني 6 أشهر بعد 4 أشهر نهاية العام تبدو لي هناك يعني انفتاح أو انفراج الخلاص من أولا من جائحة كورونا، وأيضا يدخل بالاستثمار بالاستثمار في العراق. طيب. ودول أوروبية وأمريكا والصين طبعا يكون الاستثمار جي. وأيضا هناك توجه لفتح معامل ومصانع واستثمار فيها، إذن هناك حركة الحقيقة حركة عجلة الاقتصاد، ولكن تبدو ملامحها في وقت قريب وهو لم يكمل أسبوع كامل، يراد وقت طبعا ويراد إسناد الحقيقة جي. من الكتل السياسية لا أن تقف له 60 خاصرة كما يقول مثل الشعبي في كل شاردة واردة، يعطوه فسحة من الوقت حتى يرتب أوراقه وينطي أولويات للملفات الأهم ثم المهم. طيب ممتاز، إذن كان معنا من بغداد المحلل السياسي الأستاذ قاسم الغراوي، شكرا جزيلا على حضورك اليوم. حياكم الله. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.